برج فارس، تغيرات للجو، ورغم كل ذلك مرابطين وجاهزين لأي لحظة يتوجب عليهم القتال. هنا في ريف حما الشمالي، معركة غارة الله، ثبات وشجاعة لا توصف رأينها من مقاتلو المعركة التي فعلا عزيمتهم تزداد قوة في كل لحظة. نحن عم نرابط ومطلوب منا الرابط، وهادي مرابطين احنا حاج السمان، ورغم كل الجو وكل هالاجواء مستعدين لاخر لحظه انه نضل مرابطين على حاجز السمان حتى نشيله ونشيل الطاغيين بشار الاسد، وما يضل منهم ولا واحد من ولا كلب منهم باذن الله تعالى. باذن الله تعالى ما بيضل ولا واحد منهم. اشتباكات متقطعة من الطرفين، سماء لا تخلو من أصوات القذائف. رغم كل الظروف، رغم البرد الغارس، نحن جاهزين بأي لحظة ينطلب منا التحرك لأي نقطة كانت. هذا هو حال مجاهدين بمعركة غارة الله، صبرا وثباتا بأدوات بسيطة تدفؤون عليها. إذن شجاعة لا توصف من مقاتلو المعركة حتى تحرير حاجز السمان. أحمد الوردي لمعركة غارة الله.